السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج هذا المساء. تمثل الحمالة الفئة العمالية الهامة في الميناء، والتي يعتمد عيشها على تفريغ البضائع في الميناء، ومع ما يصاحب هذا العمل من مخاطر، فإن الضمانات الصحية كانت غائبة حتى وقت قريب، وذات الحال ينطبق على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حسب ما يؤكد الحمالة. وعلى الطرف الآخر في المعادلة، تبذل الجهات المختصة جهودا تتحدث عن نفسها من قبيل التأمين الصحي والتقاعد وتقديم المساعدات المالية. المتابع لهذا الواقع اليوم يتساءل عن مدى نجاعة الخطوات المتخذة، وهل تلبي متطلبات الحمالة، ومدى الاستفادة من التأمين الصحي ومستحقات التقاعد. في هذه الحلقة من برنامج هذا المساء نناقش الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا ما بين وزارة التجهيز والنقل والحمالة، ودوره في إنهاء هذه المشكلة المتجددة منذ وقت طويل. نبقى مع التقرير التمهيدي التالي ثم نعود للنقاش. هذا هو المحيط الزاخر بالثروات الطبيعية، المحيط الذي لم يقتصر دوره على هذه الثروات بقدر ما شكل وجهة وقبلة عمل لمختلف أبناء الوطن من قبيل الحمالة الذين يشرفون على عمليات التفريغ. هؤلاء الحمالة الذين ظلت مطالبهم على ألسنتهم خلال الفترات الماضية دون أن تجد آذانا مصغية، من قبيل توفير الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية في ظل ما يكتنف هذا العمل. هذه الظروف التي عملت الجهات المختصة على أن تخرج للوجود على شكل مجموعة من البنود والاتفاقيات مع الحمالة غير الدائمين، إلى جانب الإصلاحات التي بدأت من الجلوس على طاولة التشاور، مرورا بصرف المبالغ التي تسهم في الاستقرار الاجتماعي وقد توفر إن وجهت صوب الاستثمار مصدر دخل إضافي، بالإضافة إلى حق التقاعد والتأمين الصحي الذي شكل حلما أرق المضاجع وغاية كان تحقيقها بعيد المنال. إن ما تم من جهود رامية لصون حقوق الحمالة غير الدائمين يطرح اليوم أسئلة من قبيل صدى هذه الجهود عند الحمالة، ومدى الالتزام والاستفادة من التأمين الصحي وحق التقاعد، وعن المشاريع التي قد تكون في الآفاق المستقبلية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بضيوفنا الأكارم. أهلا بكم السيد محمد لمين والشيخ عبد الله، مكلف بمهمة بوزارة التجهيز والنقل، أهلا بكم. أهلا بكم السيد طالب أحمد ولطوير جنة، المدير العام لشركة تسيير الأعمال المينائية سجتراب، أهلا بكم. نرحب أيضا بضيفنا السيد أحمد الدوة، إطار في ميناء الصداقة، أهلا بكم أستاذ أحمد. أهلا بكم أيضا مشاهدينا الكرام. بداية معكم السيد محمد لمين، فيما يتعلق بهذا الاتفاق الذي يشكل ربما إحدى آخر الحلقات من إنهاء المشكلة المتعلق بالحمالة، والذي تحدث رئيس الجمهورية قبل فترة عن أنه سيحاول إنهاء هذه المشكلة ذات الأبعاد المتعددة، نريد الحديث عن هذا الاتفاق، الظروف التي تم فيها، وعن الظروف التي اكتنفته، وظروف الحمالة أيضا، وظروف التي اكتنفت توقيعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه. عليه الصلاة والسلام. أشكر قناة موريتانيا على إتاحتها هذه الفرصة لتسليط الضوء على ملف هام، وملف الحمالة غير الدائمين. صح. في الحقيقة هذا الملف هو ملف متقادم، لأن مشكلة الحمالة، مشكلة الحمالة ليست مشكلة جديدة، هي مشكلة طرحت منذ عقود. وغالبا ما تجد حلولا، لكنها حلول آنية لا تستأصل المشكلة من جذورها. لذلك فالحلول التي قدمت هي حلول ظرفية وليست حلولا بنيوية، وبقي المشكل على حاله دون أن يجد حلا نهائيا وحلا يمكن الحمالة من إيجاد ذواتهم فيما يتعلق بهذا الملف الشائك. فيما يخص
ملف الحمالة كما تعلمون هو ملف له أبعاد اقتصادية وله أبعاد اجتماعية كما أن له أبعاد أمنية. فأنتم تدركون جيدا أن ميناء صداقة ميناء المكشوط وميناء يعتبر من أهم المواني من الناحية الاستراتيجية في شبه المنطقة، وميناء يدخل في إطار التنافسية مع الموانئ المجاورة. لذا فإن رأس مال هذا الميناء يتمثل في المصداقية، يتمثل في انسيابية العمل، ويتمثل كذلك في سرعته أيضا، بالإضافة إلى أن هذا الميناء ليس ميناء لموريتانيا وحدها، بل ميناء لبعض دول شبه المنطقة، دول مجاورة وخصوصا مالي. لا ننسى أن ما يعرف بمحور نواكشوط باماكو الكوريدور نواكشوط باماكو يعتمد بشكل لا أقول أساسي لكن بجزء من التجارة الواردات لجمهورية مالي تعتمد على هذا الميناء. يعني جمهورية مالي هي جمهورية حبيسة، يعني لا شاطئ لها ولا تطل على البحر. صحيح. فإن العفو لأن هذا الميناء في الحقيقة ينبغي أن يوفر الخدمة في ظروف طبيعية. صحيح. فيما يخص مشكل الحمالة، مشكل الحمالة بقي فترة ردحا من الزمن. كان دائما هناك شد وجذب ما بين الحمالة وما بين الميناء، إلى حد أنه حدث كما تعلمون نوع من أقول تفاقمت المشكلة إلى حد وجود بعض الإكراهات التي لا تخدم الميناء ولا تخدم الحمالة. احتجاجات إلى غير ذلك. لذا فإن فخامة رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغزواني وحرصا منه على إيجاد حل دائم لهذا المشكل، فإنه وبتعليمات منه أعطى الأوامر بضرورة فتح حوار وفتح مفاوضات مع هؤلاء الحمالة. وهذا ما حدث في شهر يناير من هذه السنة جانفي. طبعا حدثت هذه المفاوضات وهي مفاوضات استمرت لعدة أيام. شخصيا كنت شرفت بتمثيل وزارة التجهيز والنقل خلال هذه المفاوضات، وكانت معي شخصية سامية في الدولة. هنا أنتهز هذه الفرصة من هذا المنبر لأقدم التحية لها على حسها الوطن الرفيع. وكان هناك معنا الأخ عبد الله والبونة، وأذكر اسمه هنا في دوري الشخصية التي سهلت هذا اللقاء. استمرت المفاوضات لعدة أيام، توجت في نهاية المطاف بهذا الاتفاق الذي وقع من طرف الدولة الموريتانية وممثل الحمالة الغير دائمين. وهنا لا يمكن أن أتغاضى عن حس المسؤولية الذي لمسناه خلال هذه الفترة الزمنية لدى هؤلاء الحمالة منذ بداية تعاملنا معهم لحد الآن. فيما يتعلق بحيثيات الاتفاق سنتعرض لها إن شاء الله خلال هذا النقاش. إذن شكرا لكم سيد المستشار مكلف المهمة. أهلا بكم سيد المدير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم سيد المدير. شنو وضعية العمالة المينائية قبل هذا الاتفاق؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفق إلا بالله أريتك توفيق نيب. لا بس نرجع شوي تاريخ هذه الحمالة ومشاكلها كيف تساوي الاتفاق والأسباب اللي كانت تجري فيها العمل من النشاط المستقل. من أسباب هذه الحراك اللي خلق كان فيها أن العدد هائل، عدد الحمالة كان متواجدين في النشاط كان نائز 2500، وهذا يعتبر كثير بالنسبة للعمل المتوفر. هما عفوا على المقاطعة اللي نواصل نفس الفكرة، غير هما تقولون الحمالة الغير دائم، هو فما حدين دائمين؟ ايه هاك جاي. اصلا كان في حماله غير دائمي 2500، وهو اللي كان فيه قدر من المشاكل ما بين الميناء. كانت فيه ضربات متكرره، كان فيه تردي الخدمات، وكان فيه تشويه سمعه الميناء كما اشار المكلف مهمه. وهذا انعكاس سلبي على الدوله وعلى سمعتها. صحيح. ويتناول الجانب الاقتصادي اللي احنا فعلا في منافسه مع الموانئ المجاوره. وكل ما عادت الخدمه رديئه يعود السفن تذهب شغل الموانئ المجاوره وتخلي منها نشاط. وهذا ينعكس بطبيعه الحال على بطبيعه الحال ينعكس على المواد وعلى اسعارها وعلى رسمه الدول. اذا هذه الوضعيه ده هي بدات تقريبا من 2013 تمت مستمره الى 2021. 2021 هو اللي قررت السلطات العليا للدولة أنها تواجه هذه المشكلة وتجد لها حل جذري.
نهائيا، اللي الحقيقه كثرت وعادت ما ترت تطاق. وذاك الاساس وكلفت اللجنه الوزاريه راس معالي الوزير الاول ان تدرس الملف وتشوار الحلول النهائيه اللي ضروريه لتعدل. هذه اللجنه الوزاريه عدلت قدر من التوصيات من ضمنها انها تشكل شركه تكلف بتسيير هذه الاعمال هذه. وهذه الشركه لا تكتسب عدد معين هو اللي عود ظاهر لهنا، هو اللي عود كافي للعمل مزاوله العمل في الميناء. والباقيه تعود انشاء حلول الله لاقى بها. الناس الباقيه في الميناء تعود ظروف جيده، لذا مثلا هي تعدل عملها وتجبر نتيجه موازيه. والناس اللي تمشي زاد هي تجبر من الظروف قاعده تعدل بها تمارس بها نشاطات اخرى. هذه التوصيات هذه هي اللي في سياقها خلق الاتفاق الاخير اللي عدل. اذا الشركه اللي معدله تكتتب 520 عامل من 25 كانت من غير دائمين عادوا دائمين. اكتتبتهم وعادوا دائمين هم اللي زادوا العمل. البقيه هي اللي غير دائمين وهي اللي انجبروا معها الحلول. وفي اطارها ولخلق الاتفاق بين ممثلينها هي وبين الدوله وممثل وزاره التجهيز والنقل. إذا قلنا أن النقطة الأولى كانت إنشاء شركة، النقطة الثانية اكتتاب 25 عامل عادوا دائمين يحسون أنهم عمال دائمين عندهم واجبات يقوموا بها ولهم حقوق موفرة لهم. ولين عدد الشركة خرصة ذاتية المطالب كاملة كانت عندهم إحصاتها وبدء بتنفيذها. وفرت لهم ضمان اجتماعي، وفرت لهم ضمان صحي، وفرت لهم نقل لائق. النقل لائق حسب خطوط معينه في نواقشوط كامله عاد ينتقلوا ويجوا وقتهم بظروف جيده. والناس اللي بقات في ذي الاتفاق هي اللي نطات لها منحه تفاصيل كيف قال لكم نعقب. شكرا لكم. اهلا بكم استاذ احمد الدوه اطار في ميناء الصداقه، اهلا بكم معنا في هذه الحلقه. اهلا وسهلا. مرحبا بك استاذ احمد، ندورك تعرفنا على البنود اللي تضمنها هذا الاتفاق شن هي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم عليه الصلاه والسلام. مستهلا لا يسعني الا ان اهنئكم في قناه الموريتانيه على هذا التميز والتطور اللي ملاحظ واللي متواصل، اللي لاحظت اخر النقاط اللي لاحظتها منه لاحظتها عند دخولي للتلفزه. ومتمني لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق في المهام القادمه في المستقبل. الحقيقه هاي القضيه والله هذا الاتفاق اللي خلق مع الحماله ليس بدعم منها، قدر من الامور خلق في البلد مؤخرا منذ 2019. وكيف ما تعرفوا الحماله يعتبروا جزء من مده اعطاها مولانا انها جبرت برنامج كي برنامج تعهداتي، برنامج فخامه رئيس الجمهوريه محمد الشيخ الغزواني اللي كان فهم قدر من المظالم، كان مصر وكانت الاراده عنده من اول يوم من ترشحه على انه على ان هذيك الامور كامله تنحل. وفعلا ليس ملف الحماله بدعم من بعض النقاط الاخرى بدو لا نتعرضوا لها. ملف الحمالة ملف شائك، ملف مطروح من 1987 من إنشاء ميناء الصداقة، وكانت فم محطات خاض عليها أحيانا تصل مرحلة توتر، مرحلة قدر من الأمور شاكيفو، وتمت الأمور ماشية إلى تسلم صاحب الفخامة محمد والشيخ الغزواني مقاليد السلطة في البلد 2019. بدأ من ذيك الساعة انطلاقا من توصيات اللي أعطاه هو وذاك المشروع اللي عنده رفع المظالم وإنصاف الجميع وإشراك جميع أبناء البلد في خيرات البلد وفي ميزانياته المرصودة في إطار ذيك المقاربة التنموية النهضوية اللي تعطي كل ذي حق حقه. ومن ذاك الوقت بدأ في التفكير الجدي في إيجاد حل لهذه الأزمة والله هذه القضية الشائكة اللي من 1987 كما قلت هي جايه. وفعلا كانت فيها خلقت فيها ذيك المراحل. يقير من 2019 بدا بعد كاع
نعرف عدد الحمالة شنو هما وشن هي وضعيتهم وشن هي الطريقة اللي قد تعالج بها هذه القضية وخرص عددهم كيف ما أشار ضيفكم الكريم المدير التقي عنهم عدد الحمالة وخرص له هو 2500 مع مرور الزمن من 1987 جاي لها طبعا ليعود واحدين منهم تقدموا في العمر لا تلاقوا قادين يمارسوا ذيك المهنة صحيح وهم واحدين ذيك بعض تقلبات الأيام والليالي اللي تعطرات عليهم قدر الأمور شاكيفه وذا حال الدنيا كاملة طبعا كان لابد من إيجاد حلول وخرص له هو لابد من تعدلهم أولا بعد قاعد أعطينا نتفقوا على قضية نصنفوها قضية الحمالة هذه قضية شائكة غير ملياسة للناس ما هو فاهمها لا هي نعطي عنها تفصيل هون شوي الحمالة أراهما هما مدة تشتغل كمواطنين وفي منشأة للدولة فعلا اللي هي من صداقة غير العمل اللي زاولوا هما والأتعاب اللي يتقضوا عليها لا علاقة لا للميناء بيها ولا للحكومة ولا يكون انهم مواطنين بهم دي هما يالله يعود أجرهم والعمل اللي يقوموا به يعود كامل يلا يعود في إطار شد أخبار بينهم هما والتجار اللي معدلين لهم المهمة اللي هم أصحاب السلع اللي يجيبوها اللي ينقزوها لهم هما هذا مبدئيا يا غير من المقاربة اللي قام عليها الحل اللي جاي من توصيات فخامة رئيس الجمهورية إنهم هم مواطنين وإنهم من ذي الفئات اللي تعتبر حلقة أضعف والله مدى قط ومارس عليها الغبن والله التهميش والله الشاكيفو وبالتالي لا بد من إجبار لهم حل ذاك الإطار هو اللي تلاقي يبحث عن حل وخرص عددهم وخرص الأمور قد تعددهم كاملة اللي منهم قاد يكتتب تم اكتتابه فعلا كيف ما أشار المدير 520 منهم ونفتح منهم ما هو قاد اللي شرنا قبيل قد يعود ما تلقى قاد يمارس المهنة وشي كيف وقدر من القضايا باط متعلقة به هو شخصا نفتح لهم باب المغادرة الطوعية مقابل 1,700,000 تنعطى لكل واحد منهم مع طبعا التأمين الصحي ومع الضمان هالمعاشات الضمان الاجتماعي الغالبية العظمى وافقت في حدود 1,326 إلى عاد ما تم العملية هذا وافقوا على المغادرة الطوعية واستلموا جميع حقوقهم المغادرة الطوعية في ذاك الإطار ذيك الحلول اللي انجبرت بغلاف مالي رصد له ميناء صداقة رصدت الحكومة عن طريق ميناء صداقة رصدت له ما يزيد على 3 مليارات وفعلا وفر لهم كاملين التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وفهم وتقاعدت منهم من حالة التقاعد وحددت لهم سن للتقاعد بالاتفاق معهم طبعا وشد الأخبار وفي المهام اللي يقوموا بها صعيبة شوي 58 سنة وطبعا اللي قابل يعدل كامل من شيء يحل ذي المشكلة بصفتها إنها الحامي الأول لها واللي مدافع عنهم هم الحمال الأول هو رئيس الجمهورية وهو العاطي التوصيات بذي القضايا وطبعا اللي هو اللي عدلني قبيل عند البداية نقول إنهم ما هم بيدعم ذي الأمور به اللي يعدل لهم ما وعدل لهم وحدهم وعدل ذيك الطبقات اللي كيفهم كاملة سواء من هذيك اللي الناس اللي كان عليها قدر من المظالم ولا قدر من الإقصاء ولا قدر من الغبن ولا كذا كذا ذيك القضايا كاملة كلها وحاول إنها لا ينجبر له حل في ذي المقاربة التي لا تقصي أحدا بل إنها تراعي الإنصاف والمشاركة في خيرات ومقدرات البلد طبعا لما هو الحل النهائي للقضية ولا يتم لا إعادة ما تياها شيء قد يعدل لصالحهم طبعا الأوامر أنه لا يعدل ويبادر به ومنها مثلا قضية أنهم مقدمين في جميع الخدمات الاجتماعية وذي الأمور كاملة اللي قدم المنشأة اللي كانوا فيها اللي هي ميناء صداقة طبعا الحديث مؤخرا قد يعود خلق فيه شوي من اللبس الإعلامي إنه خلق التأمين الصحي ده لألف منهم هذه مغالطة من المغالطات اللي معدلة عن حسنية هو التأمين الصحي وعدل لهم كاملين يا غير خالقة منهم ألف هي اللي وزعت عليها ذاك التأمين ذيك بطاقات التأمين الصحي اللي معدل عن طريق بالتنسيق مع وكالة آزر هو اللي خلق النهار ده ما يمكن التأكيد عليه انهم كاملين
موفر لهم التأمين الصحي، سواء منهم ذاك اللي تم اكتتابه، سواء منهم ذاك اللي قاس المغادرة الطوعية قبل بها، ويسوى منهم ذاك اللي مازالت مفتوح لبابها، اللي راه هو بالمناسبة ما هو ما بي عنه قد يعود قاع لا قدر الله مات له موجود، ولا الله الاتصال به مفقود، ولا كذا نتيجة تقادم الزمن. الإحصائية فيها الأسماء كاملة. جيد أستاذ أحمد وزنا، لا نرجع لكم لأن الوقت طيب. ما يسمح بمواصلة، لا نرجع لكم لمواصلة ما تبقى من الفكرة لديكم. والله سيد المكرم، ما نواصل بما يتعلق بالنقاط التي كنتم تريدون تعدادها بما يتعلق بالاتفاق المبرم اليوم مع الحمال. جيد. مثل ما ذكر الإخوة، هذا الاتفاق تم توقيعه في يوم 15 يناير 2023 في مباني وزارة التجهيز والنقل ما بين ممثلي الحمال غير الدائمين لحضور وزارة الوظيفة العمومية والعمل. وفيما يتعلق بهذا الاتفاق، هو عبارة عن حزمة من البنود ومن النقاط التي لها بعد اقتصادي واجتماعي. تتمثل النقطة الأولى في تقديم منحة أو هبة من فخامة رئيس الجمهورية متمثلة في 1,700,000 أوقية قديمة لكل حمال غير دائم. وهذه المنحة المالية تمكنهم مثل ما ذكر سيد المدير العام تقي من الحصول على رأس مال يمكنهم من القيام بنشاط اقتصادي. يتحد منهم يشري عاد البوتيك، والله يشري سيارة أجرة، يفتح مشروع جديد، يفتح مشروع يمكنهم من لقمة العيش، توفير لقمة العيش بشرف. النقطة الثانية تتمثل في التأمين الصحي لهم ولأفراد عوائلهم ولأفراد عائلاتهم. وفي هذا الإطار نأكد بأن هذا التأمين الصحي لا يشمل عدد الألف اللي نذكر خلال الأسابيع الماضية، بل يشمل جميع الحمال الغير دائمين اللي وقعوا على الاتفاق. وهم واحدين رفضوا، هم واحدين ما فاتوا لحد الآن، وهم قلة. وهون اختير وضح شوي، هم عددهم فعلا كيف ذكر سيد المدير العام 2,500، وخالق 520 منهم تم اكتتابها بشكل رسمي على مستوى الميناء، وخالق 592 منهم أفضل استني قالوا مغادرة طوعية لدبار فرونتار، ونعطى لهم فعلا ذاك 1,700,000، وبقات لهم 283 على قارعة الطريق ما تاد قد تشتغل في الميناء ولا عندهم أي نشاط، وعادوا طارحين مشكل اجتماعي. وهون هذه 1,283 كانت هي حقيقة السبب في البحث عن حل لقضيتهم. فخامة رئيس الجمهورية أعطى الأوامر بضرورة فتح مفاوضات معهم وإيجاد حل جذري لهذا المشكل. إذا هذه 1,283 هي المستهدفة بدرجة أولى، وإن قال لهم العمال غير الدائمين. من درى شنو المطالب اللي تقدموا هم بها عنهم ودورها تعدل لهم؟ هم في إطار المفاوضات طرحوا مجموعة من النقاط، قدر من النقاط، لكن اللي خلق عليه الاتفاق ده هو اللي خلق عليه الاتفاق على تقدم من حمالية. شنو هي أهم ذيك النقاط؟ 1,700,000 لكل واحد منهم. تأمين الصحي، حق التقاعد بالنسبة اللي بلغ منهم 63 سنة، وبالنسبة اللي بلغ منهم 58 سنة مثل ما ذكر الأخ ضيف الكريم. أسمعتي. النقطة الرابعة هي فتح يعني ربط صلة ما بينهم والميناء في المستقبل. معناها هم كانوا مطالبين باش نقول لك. النقطة الرابعة قلت في حالة عن شركة سوشيا تراب المعنية بتسيير العمالة المينائية عندها فائض، والله عندها حاجة في اكتتاب عمال الأولوية ليت نعطى لهم هذا، ولا يقدر ينقبض مهم منهم. والدليل على ذلك أعلنها لدرك أسبوعين كانت بحاجة لخمس عمال، وتم اكتتابها العمال الخمسة من بين هذه الفئة، بعد طبعا مجموعة من الشروط طرحتها سيركس سوشيا تراب، وهذه الشروط منها اللياقة البدنية، ومنها حسن السلوك، ومنها الأقدمية في العمل إلى غير ذلك. وهم قدموا لوائحهم وعدلهم ذاك جرد، وقعدت اللجنة العليا المكلفة بهذا الملف، سيد المدير العام كان حاضر معنا وزارة التجهيز والنقل بإضافة وزارة الأعضاء العمومية، وبإضافة لممثل أرباب العمل، وبإضافة لممثلهم هم، وتم اختيار الخمسة من بينهم وتم اكتتابهم. بالنسبة للمطالب هم المهم عندهم حقيقة، أعلنهم دولة تعتني بهم، ودولة تهتم بهم ولا تزرقهم. معناها أعلنهم مواطنين من فئات هشة، لهم الحق في حقاته في وطنهم، ولهم الحق في العيش الكريم في وطنهم، ويختاروا يجبروا لقمة عيش كريم، ويختاروا يجبروا عمل، ويختاروا يوفر لهم اللي قالوا التأمين الصحي، ويختاروا يوفر لهم اللي قالوا التقاعد ونسبة اللي بلغ منهم سن التقاعد. وهذا في الحقيقة أعطاه لهم دولة، أعطاتهم اللي قد تعطيهم كامل.
يغير شرطه عليهم. الشرط الخامس بعلن هما عمال كعمال غير دائم بموجب هذا الاتفاق ما عندهم صله بالميناء الا في اطار في حاله عن الميناء عاد عنده حاجه لهم ديك الساعه يعيط لهم عن طريق مناديبهم ويكتتب ذاك اللي بغايته فيه منهم. هم ما يخلصوا باليوميه يوميا؟ هم اصلا كانوا يخلصوا باليوميه وكيف ذكر الاخ ما عندهم راتب شهري، هم يخلصوا باليوميه حسب العمل اللي يقدموا والخدمه اللي يقدموا للتجار على مستوى المينا. خلص من التاجر صاحب البضاعه اللي يخدم على الخدمه. واليوم نختار نقول على ان باصفي المشرف العمل الفعلي على هذا الملف على ان اليوم الحمد لله هاي النقاط الخمسه على انها تحققت كامله. إلا قضية اللي قالوا الريترت تقاعد مبارك معه فاتوا عدد مراسلات بهذا الخصوص وما زلنا بمرحلة جرد عدد الناس اللي جات تستفيد من هذا التقاعد ومن الصداقة فات عبر عن عن عن, عن استعداده وعن رغبته على إنه يسوي هذه المشكلة. ووزارة التجهيز والنقل من بعد تسلم عائل وزير محمد عائل وسيد محمد زمام الأمور في هذه الوزارة خلقت حركة وديناميكية في هذا الملف وتقدمت جميع النقاط بما فيها ذاك اللي يعني التأمين الصحي نهاره هذا وبما فيها اللي يعني التقاعد والحمد لله نقدر نقول عن 90% من ذيك المطالب الحمد لله أنها تحققت. جداً شكراً لكم. المدير مرة أخرى نواصل ما يتعلق بظروف العمال من ذلك كان راح نقدر نقول عن الحمالي كان معاد في ظروف أحسن والله كان ما زالت لا أمور على الأوراق ما فاتم تطبيقها. شكراً. لا ما في مقارنة بالنسبة للعمال اللي تم اكتتابهم عاد عمال رسميين تابعين الشركة ولا تخص كيف كانوا تاجر ما عندهم علاقة. هذه الشركة هي اللي تستقبل طلب من عند الشركة اللي يشغل المتمشي العمال هي اللي يتفكتر وتعبوها فاطمة هي اللي تخلصهم. إذا ما أتلت عندهم علاقة مباشرة مع التاجر طلاقة يعتبروا عمال تابعين من رأيك كان التجار عادوا يزيدوا لهم الأجرة اللي يعطوهم على التجار ما عندهم التجار ما عندهم علاقة بهم فهم 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 رسوم موافق عليها إنجري إذا تعرف إحنا ولا نطبقه ونشوف الشهر هيك وتخلصنا وخلصهم. إذا ما تلات عندهم علاقة. أنا ما تلات عندهم صلة مباشرة. ما علاقة بالتاجر مباشرة لا 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 ما عندهم علاقة مباشرة. هذا عمال دائمين تابعين شركة صاجة رب تمشيهم لله يستخدمهم وتستلم المقابل وتخلص ياك إنه. وأنتوا العلاقة. غير دائمين من دراي كانوا. ما عدري ما علاقة. ما عدري ما علاقة. أخباركم. بهذا الاتفاق من ساعة اللي نفهم ما تلي يشتغل في الميناء ما حد عامل دائم. هذا غير دائم ما عدري ما علاقة إلى قضيتهم إلى شهر الدشرة له. عندها لجنة هي اللي تتابعها أخبار تأمينهم الصحي أخبار المنحة اللي أعطيت لهم أخبار إحنا عندنا ميم علاقة عندنا يشتغلوا قاع بالميناء لا 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 هم الميناء قاع ما يشوا إطلاقا وما تلاقي يجوا الميناء بي اللي ما يعنيهم إحنا عندنا عمال تم اكتتابهم عندهم اللي يطلعوا يشتغلوا ويزاولوا عملهم ويخلصوا كيف قال لكم أخبار الاكتتاب صاجة طرف معنية بالنقطة الرابعة في الاتفاق اللي عدل وفي حالة الاكتتاب ناطوا سباقية الهموم هذا الغير دائم نتيجة خبرتهم انهم كانوا يشتغلوا فيهم نتيجة انهم وضعيتهم باطلة اجتماعية اعطوا مسبقية فيها اقل حسب معايير تحدد ونهارنا في الاجتماع حددناها مع ممثلينهم كانوا حاضرين وزارة التجهيز وانتقينا الخمسة اللي تم اكتتابها حسب كل المعايير وثلاثة منها فاتوا طلعوا واثنين ما زالوا يعدلوا اجراءاتهم فيزيت ميديكال طبي. أستاذ أحمد نواصل مع النقاط اللي كنتوا تتحدثوا عنها اللي تمت مقاطعتكم فيها. هي قاعدة نقاط تعرضوا لها الإخوة يقال لا نختار نأكد وتوف إن في هذا العهد الميمون إن فم 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 حماية للمواطن أينما كان ولا سيما إلى عاد قاعد يزاول مهامه في منشآت تابعة للدولة والحرص اللي انطلقت منه الإدارة العامة للميناء جاي في صميم توجيهات صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني بأن كل مواطن يجبر حقوقه كاملة وإذا عاد فمات إياها شي باقي في أخلاقه نتيجة بعض المظالم والله شي كيف وقط خلق أنه يتم التغلب عليه وفعلا ذاك هو التوجه هو اللي مشاد فيه ذي الاتفاقية وهي اللي مكنت ان الغالبيه العظمى انها لا ما تم اكتتابها اما قبيله المغادره الطوعيه بيك الحوافز اللي فيها اللي نختار هون ناكد ونقول
هن علينا الدور. أنا لله أنت مش من هناك شوي ننتظر شور الجانب الإعلامي شور زري منكم ماني 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 تاركوا عايد أن نعود على وعي وعلى إدراك بعض الأمور اللي تخلق في البلد واللي يحاول واحدين أنهم يطمسوها والله يشوشوا عليها شوي. نحن نين تعود فما تياها مكونة كيف هذه المكونة اللي كانت في بور اللي هي الحمالة وتعود كانت مشاكلها خلال هاي العقود الماضية الثلاثة والله أربعة الماضية كانت طارحة مشكلة دائمة وكان العياط فيها قائم دائما وكانت فعلا مؤثرة على مردودية هذا القطاع الحيوي اللي هو الميناء اللي في تنافسية مع نظرائه في الدول اللي قريب منها وتعود هذه القضية جبرت حل يالله على الأقل نتوقف وقفة إشادة وتذمين لأن نوع من الأمور اللي يعدل ومداهم عدلوا مودي لأنه ده قاع واجب عليه ما هم عدلوا منة ولا أي شيء آخر. وطبعا هذا يجري على على على, على بقية الأمور اللي خلقت كاملة هو تأمين الحمال وتوفير له معاش وتوفير له هذا نوفر له التأمين الصحي. نحن هون نخرصوا من منظار ذيك 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 المقاربة التنموية اللي خالقه هي خمس رواقيج والله ستة وأمنت صحيا به اللي هو نعطاله التأمين نين نوفر له معاش تقاعد معناه أن خالق بعد الحد الأدنى من الضمان لأن ذاك اللي لا هي يعود تابع له هو من رواقيج لا يعود إجبار قطعا قدر من الأمور. أستاذ أحمد أستاذ أحمد ترك أكثر من 1000 عامل بين هذا والحمالة ما جبروا ما عادوا يشتغلوا عادوا انضموا لصفوف البطالة وينتظروا حق التأمين الاجتماعي وأمور ما هي متقاربة هي وذاك كانوا يجبروا ما ظهر لك عنها تخلي المشكل مازال لا قائم فما تياه لكن لا يرجع له أول الموضوع ما وصفته هذه هي 2500 حمال هي اللي موجود كان في بور ويسموه الفنيين انهم كانوا غير دائمين والله كذا شيء ذكي سموه انه غير دائمين عمر غير كذا الحمالة غير دائمين نعود تم اكتتاب منها 520 وتعود نعطات المغادرة الطوعية للبقية كاملة اللي ما فيها المعايير اللي قادة انها تشتغل خالقين واحدين هما شغلتهم انهم يرفدوا الحمولة الشمن التجار تاجر مهم عنده لا دبش يرتفد ينين يعود واحد ما تلقى دير في الدبش يلا يعود عاد القضية معروفة وعود فات ووفر له حل الحل اللي وفر لك شنو هو باب المغادرة الطوعية مفتوح لك معاه تأمين صحي ومعاه ضمان اجتماعي ده ظل واقع لهم كاملين هذا مفتوح لهم بالباب فيه كاملين يا غرض ظل واقع لهم كاملين ياك يعود يفتح لهم فيه الباب شنو تقريبا 1000 زايدة كاملها ما تلات قادة تشتغل نو أنا لهي نختار نوضح لك شوية القضية هذه 2500 الحاجة لها ما هي مثلا ما فهم الحاجة لها دائما في الميناء وبالتالي لا هي تم واحد منهم قاعد يطلع نهار ما يجبر شيء هو يخلص النهار ولا هي يرجع المدة ما مروح لهش شخلق إذا هو لا بد من حل هذه القضية تعود نجبر لها حل في إطار راعي إن هذو المواطنين وعندهم الحق إن واحد منهم يطلع مع صباح والله يموت عليه الشهر إذا هو جابر باش قد يعيش ويعيش لكن اللي يتابع له مرواقيش شخلق فيه في إطار ذي النظرة اللي هي تم إنشاء الشركة اللي اكتتبت القدر اللي مقيول أنه قطعا هو حاجة بور 520 وانتي عندك حمالة غالبيتهم من 1987 جاي له خرصي اللي مثل منهم تلاقي يرفد 5 كيلوات فالحرارة يرفد شمد بش عن تاجر مهم عنده لا يرتفد له هذه قضية القضية الثانية أنهم هما قاع لا واحدين منهم السابقون واللي بقى منه ما هي ذيك الحديث عن 1000 وكذا ذاك ما هو صحيح هو ذا اللي باقي قاعد لا ما فات نجبر غالبيته ما فات نجبر ذا اللي مجبور وانه قايل هو انه القضيه ما هم عدلها الله كذا بحدود 30 الى بلد 40 بيدي هم ذا الباقي منهم بعد قاعد من ذيك 2500 الباقي منها 100 باقي منها 114 رقاش فيهم واحدين توفاهم الاجل محتوم وفيهم واحدين ما انجبروا قد يعودوا شهر الذهبي قد يعودوا ما نعرف منين بالتالي وقد يعود واحدين اخرين جبروا مجالات اخرى اشبه من ذا بالتالي هي ما قد ينقال انها يكون انها مقاربه نوعيه مكنت من حل ذي المشكله حل لصالح الحمال اكثر ما هو بيلي هي تعود ارتصدت
ما يزيد على 3 مليارات. طيب الحل مشكلة المواطن ما عنده أي صفة يقد. واضح واضح أستاذ أحمد، وزنا لين أرجع لكم إن شاء الله. سيد المكلف مهمة فيما يتعلق بهذا الاتفاق، لماذا تم اختيار وزارة التجهيز والنقل لتوقيع الاتفاق معها؟ جيد، قبل الإجابة على هذا السؤال أريد أن أكرر بأن هنا الهدف من ذلك هو إنارة الرأي العام على أن هذا الاتفاق هو اتفاق هام جدا، وأن مشكلة الحمالة مشكلة وجدت في الحقيقة حلا، وهذا الحل لا يستهان به، لأنه أولا ساهم بعد قاعد لأن خالقه تقريبا 1000 وما يزيد على 1000 من العمال غير الدائمين أو الحمالة غير الدائمين كانوا على قارعة الطريق، لأن بتوجيه وتعليمات فخامة رئيس الجمهورية تم أخذ الاعتبار بضعيتهم الاجتماعية الهشة وانعطاتهم ذيك المنحة ووفرت لهم لقمة العيش من أجل إيجاد فرصة عمل دائمة لهم، كمان هم ووفر لهم أيضا أهالي قالوا التأمين الصحي ووفر لهم التقاعد بالنسبة لمن له الحق في التقاعد، إضافة إلى نقطة أخرى وهي أنهم أتيحت لهم الفرصة في المستقبل من المعود رسميين، معناها منهم كامل عاد فيه الحاجة أن يتعبر عنها شركة سوشيال تراب في حالة أن عندها فائض في العمل، والله في حالة وفاة أحد عمالها الرسميين، والله في حالة تقاعده اللي يتم اكتتاب الاكتتاب الدائم من هذه الفئة، معناها ما يجوز خطاها. وهون نختار نقول عن لحد اليوم لأن فات استلمت مبلغ 1,700,000 فات استلمتها 1,333 حمال. ونختار من نقول كذلك على ذيك 592 اللي فضلوا ذي اللي قالوا المغادرة الطوعية واللي انعطات لهم أولا 1,200,000 على موجب هذا الاتفاق انضافت لهم 500,000 وعادت معطيها لهم 1,700,000 كيف غيرهم من العمال من الحمالة غير الدائمين. لذا هذا الاتفاق اتفاق مهم، حتى واحدة أرساء الطمأنينة والسكينة والأمن على مستوى الميناء، ثانيا أخذ بعين الاعتبار وضعية مجموعة من المواطنين عرفوا نوع من المعاناة مرحلة معينة، وهذا يرجع الفضل فيه لفخامة رئيس الجمهورية وتوجيهاته اللي حقيقة كيف تعرفوا سياسته لها أبعاد اجتماعية ترنو إلى المساواة وترنو إلى إعطاء كل ذي حق حقه. فيما يتعلق لماذا وزارة التوجيه والنقل التجهيز والنقل هي الوزارة التي وقع فيها على مستواها هذا الاتفاق والتي لا زالت تحتضن اللجنة العليا المكلفة بمتابعة هذا الملف لسبب بسيط، وهو أن ميناء نواكشوط شركة سوجيتراب الأعمال المينائية بصورة عامة تدخل ضمن صلاحية وزارة التجهيز والنقل وضمن وصاية وزارة التجهيز والنقل. إذن وزارة التجهيز والنقل معنية بدرجة أولى بهذا الملف، لذلك المفاوضات التي عدت كانت وزارة التجهيز والنقل هي الوزارة الوحيدة الحاضرة لهذه المفاوضات بالإضافة لشخصية سامية في الدولة. والاتفاق وقعت وزارة التجهيز والنقل وأخذت كشاهد عليه وزارة الوظيفة العمومية والعمل، أحضر له المدير العام المساعد للعمل ومفتش منطقة نواكشوط الجنوبية اللي تابع له البور هم اللي وقعوا الملف عند وزارة التجهيز والنقل لهذا السبب. لذا كل المراسلات اللي تخلق وكل الخطوات اللي تخلق في هذا الملف أسوي اللي منها يعني التأمين الصحي وأسوي اللي منها يعني التقاعد وأسوي اللي منها يعني المنحة المالية هذا كامل يؤخذ عن طريق اللجنة العليا، وذيك اللجنة طبعا تعدل المراسلات يوقعها الوزير للجهات المختصة وتتابع اللجنة، معناها كل خطوة عدلت وأخذها من وزارة التجهيز والنقل وجميع الاجتماعات اللي تخلق على مستوى وزارة التجهيز والنقل. اليوم الحمالة كان غير الدائمين كانوا معنا في اجتماع وعندنا اجتماع أسبوعي وعندنا اجتماع نصف شهري وعندنا اجتماع شهري معهم تدارس مختلف المستجدات المتعلقة بهذا الملف، وهون نختار نهنئهم على جو الثقة الحمد لله اللي خلق واللي لمسنا منهم خلال هذه المرحلة الزمنية، كان مساعد خلق الاتفاق الحمد لله ما قام حس ولا قامت أي مشكلة سوية شنية، والبناء اليوم يمارس عمله الحمد لله بكل سيابية وشركاء التجاريين وشركاء الاقتصاديين ما عندهم ما هم طارحين مشكلة، وذي اللي قالوا السير ستاري اللي دائما يلقى ضريبة ندار للسهون واللي يعود من 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 انعكاسات ارتفاع السلعة هون على مستوى السوق المحلية الحمد لله ما قط خلقت مساعد خلق هذا الاتفاق لسبب بسيط، وهو أن الميناء اليوم منظم والعمالة المينائية اليوم تشتغل بشكل جدي وبشكل سيابي. الميناء عنده حاجة ب 400 عامل فقط هي حاجته، يغلي اليوم مكتتب 520 عامل.
واللي تعود عنده حاجه لاكثر لا يجي كتبه غير كتبه لا من هذه الفئه. جيد شكرا لكم. اذا السيد المدير من رايك كانكم تعتبر انه تم ضبط حركه النقل والتجاره في الميناء في هذه مع عمل الحمالة خلال هذه الشركه والترتيبات اللي قمتوا بها؟ والله والله انا ظاهر ان هذا الاتفاق كان جيد بنتائجه ذكيه واضحه. فمن اليوم الميناء يعيش سكينه واطمئنان فهم استيابيه في العمل وفهم تحسين في الخدمات. وهذا اصلا هو الاساسي من موانع ميزتها انه يعود به للسوف نصر المعدل اذا كانت تمشي في البحر ما ما ما, ما كل ما قل الفتره تطيب الميناء ذاك احسن. واليوم كيف قلت خسرك تحسين في الخدمات والعمال يشعرون انهم عمال يعني يعملوا بانضباط وفهم انسيابيه جيد. اذا هون نختار مليار نرجع لنقطه شرطه قبيل وركزت عليها ان الناس وسرحت الف وانها ما تجبر كانت تجبر. هي ما وسرحت هي ما كانت تجبر قاعد اصلا. هي كانت 2500 تظل حاصره تتحرر الشيء ما هو خارج. كان الاكل هي انهار الشيء؟ كان وما عندهم ترتيب 2500 يا كانها تطلع اليوم لا بدنا تعطي اسبوع ما طلعت. وفي النهايه لا طلع حد اربعه ايام ثلاث ايام في الشهر لا يجبر شيء قاعد ما هو مهم. قاعد تنظيم داخلي عندهم اصلا معدلين. لا هو التنظيم اصلا كانوا عندهم التنظيم ذا هو انهم كل واحد هي ترتيب لائحه مرتبه حسب ارقام. ولا كل واحد ساب واحد اصلا سابوا. اذا هم يعطيها اسرع ما كانوا هم كاملين قاعد يراوا عادي. عادي عادي تماما وهذا هو اللي ادى قاعد المشكله اللي بذا هو انهم اصلا يظلوا فهم ولا يراوا شيء وعاد ما نفهم المشاكل و عادي دور تنزاد ضعف الداخل ضعف الداخل وعادي لو شيء ما خارج. اذا هذه الخطه هاي لصالح اللي عدل راعى المصلحه العامه للدوله بعد قاعد اولا كبلد به الميناء استرجع الميناء قبض هيقته واكتتب عمال لا يوفروا له الخدمه والناس الاخرى ما يدبر عليه راعى ذاك الجانب الاجتماعي راعاه اعطى الناس منحه انها تعدل بها ترتب بها امور اخرى تعدل بها نشاط ثاني. إذا يعني كان ظاهر أنه كان جيد في مجمله راعى الجانب الاجتماعي وراعى الجانب الاقتصادي اللي الميناء اليوم أصبح ميناء ينافس موانئ المنطقة. جيد. أستاذ أحمد أستاذ أحمد من درايه كان ظاهر لكم عن العمل في الميناء أصبح أكثر سلاسة وانسيابية في ظل هذا الاتفاق؟ لا قاعد لا تقدي تقولي عنه كيف اللي خلق في البلد كامل. هو البلد شهد حالة كان مفصول فيها وقليل كان فاطن لأنها قاعة هي 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 اللي مفصول فيها حقيقة. دي حالة التهدئة وأخلقت المشهد والتعاطي بيناتنا في مكونات مجتمعنا وبين المدير واللي تحته من العمال وبين التاجر وذاك يتعامل معاه كامل. هذه انعكست تلقائيا خلال السنوات الاخيره على 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 الجو الحمد لله في الوطن كامل. وطبيعي منين في الجو اللي جبرت فيه هذا المشكل المزمن اللي كان دائما خالق في الميناء منين جبر حل بهذه الاتفاقيه النوعيه اللي بادر بها صاحب الفخامه رئيس الجمهوريه محمد الشيخ الغزواني ان تعود الامور ان يعود عاد الميناء عاد مؤهل لن يقوم بدوره كاملا غير منقوص ويعود عاد قاعد ينافس الموانئ من حوله في الدول المجاوره ويعود عاد هو اللي قاعد يعطي عطاء كان معرقل شوي عنه كان موحل في شمل الامور الاخرى في المشادات له وتصاويعهك وتصاويع له وبالتالي عاد كلها يعرف دوره كما قال لك سيد المدير عاد كلها يطلع طالع كموظف يشتغل في شركة ويعرف ان عشاه وعشاها انه فقدح ولا يقبل انه يلحق هالشيء سوى هو شنو هو ما جا هو دونه وعاد كلهم اللي يعرف ذيك الحقوق اللي عليه وذيك الواجبات اللي الله يقوم هو بها. من رايك كان كانكم تلاحظوا عن حصل تاثير ايجابي والله زاد مستوى السلم الاجتماعي من خلال هذا الاتفاق والخطوات اللي تم القيام بها من اجل تحسين عمل الحماله وضعهم في ظروف مناسبه. طبيعي اذا اسمه هذا معلوم ما نقول لك لا تقولها يا غير حقيقه المدرك للواقع والله اللي يزور الميناء
في اي في اي في اي معاملة عنده، والله لا يستلم بضائع جايته، والله اي شيء كيف لا يدرك، لان ذاك النشاط وذاك الحيوية وذاك من الهدوء وذاك من 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 انهماك كل حد واحد لا في عمله، وذاك هو اللي من الخلق اللي كان يزقنا نقرو ما هو جابر شيء واحد فيه، وكلها ممتعض من رواية، وكلها ما هو متمونك من رواية أخرى شيء كيف، فعلا عاد كلها يطلع هو عنده عمل عنده حق لا يجبره شهريا، وكلها يعرف مليك الواجبات اللي يقوم بها. بإمكاني القول أختي الكريمة إن ثمة حالة نوعية وجو مبشر بن مقبلين على واقع لا تعود فيه التنمية هي العنوان، ولا هي تنهض فيه عدة مجالات، ولا نحن عجالة يقال بعد الطريق الحمد لله وعدلت اسمه ذيك الأمور كاملة. وبإمكانك ملاحظة ذاك، أنت قاعد تعود معنا قياس البور حتى ولا يقال، بإمكانك تلاحظ ذاك من هذه الحالة اللي انعكست على اتفاقية البور والحمالة اللي كانوا فيه وذيك الأمور كاملة، انعكست حتى على الأحياء اللي أغلبهم كان عايش فيها، ما فيهم واحد كان يحلم بأنه يندار له في شوارعه ديات الضوء، ولا فيهم واحد كان يحلم أنه يشوف تريتوار كوني يدخل تفرق زينة والله يقيس زر من القصر، وهذا عاد متوفر ولكم مبارك معاه في الأحياء جيد. الأحياء اللي أهلها ما كان طموحهم لا قاع بسط طموح عند مواطن بسيط، عاد تلك الأمور كاملة مساوية فيها الناس، وهذا هو صميم برنامج فخامة رئيس الجمهورية اللي جاء بالمساواة وبالإنصاف وبرفع المظالم عن 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 عنا كاملين كمواطنين، وإنصاف بعضنا من بعضنا، والتمكين لكل مواطن بأنه يجبر حقوقه كاملة غير منقوصة، والنوم اللي الباقي علينا إن كنا يلا يقوم بذاك الواجب اللي عليه، حينها ستسير سفينة الوطن إن شاء الله إلى بر الأمان. جيد، شكرا لكم أستاذ أحمد. سيد المكلف ماما، بما يتعلق بهذا الاتفاق مع الحمالة، من رأيك كان حركة السفن والنقل البحري الآن في الميناء تحسنت ما زالت هنالك بعض الثغرات؟ جيد، في الحقيقة هذا الاتفاق انعكاسات إيجابية، وأنا قد نتكلم حول هذه النقطة من جانب، وقد الأخ تقي تعود عنده معلومات أكثر لأنه كان مدير القبطانية على مستوى الميناء مدير كابتناري. أنا قد أتكلم هون باعتباري رئيس اللجنة مكلفة بمحور نواكشوط بوماكو، وكنا لجنة النقل متعلقة بالكوريدور نواكشوط بوماكو محور بوماكو، كنا دائما خلال هذه الفترة السابقة يجونا ممثلي هذه نقابل زانتروبو ماليان هون على مستوى الميناء ويشكون من عدم انسيابية الميناء، ويقولون عن هاي السفن اللي جاية تحمل بضاعة الماليين عليهم عرقلة في الميناء وليه قاعدة تعرك ولا كذا ولا كذا، نظرا لديك الضربات وذيك ذاك الجو اللي كان سايد على مستوى الميناء. واليوم الحمد لله من الساعة اللي خلق الاتفاق ما قط جاءنا شكوى منهم، ولا قط أبدا يكون عبرنا عن ارتياحهم وعن الحمد لله انسيابية الله يرفضوا بضايعهم بدون مشكلة. البواخر لمنها اختارت كوجهة ميناء نواكشوط لا يجي ولا يتفرغ الحمولة في الوقت المناسب ولا تجد عرقلة، هي كانت تجي وديت ماضي اسبوعين وديت ماضي شهر السفينة راسية ما يراجع حد يقلع عن أدبش من هذوك الضربات وذيك القلاقل وذيك المشاكل اللي تخلق على مستوى البور، وهذا كيف ذكروا الإخوة. فيه انعكاس سلبي بعد قاع على سمعة الميناء، فهمت، وفيه انعكاس علينا قال تنافسية الميناء به اللي كلما كانت الخدمة أكثر جودة وأكثر سرعة وأكثر انسيابية كلما كان عطاء الميناء أكثر، وهذا الحمد لله من الساعة اللي خلق الاتفاق الميناء ما قطع عرفنا نوع من العرقلة. تخلق عرقلة لظروف الجوية دي زلايا كليماتيكي مثلا، يعود البحر طالع والله شيء يغير بعد ما هو نتيجة العرقلة عن طريق الحمالة إلى غير ذلك. فيما يتعلق بهذه الحمالة الغير دائمين كنت تسولوا عن ظروف بعد ما بعد هذه الحمالة الغير دائمين، نختار نقول لك لأنهم اللي منهم بهذه المنحة شري سيارة تاكسي والله عاد البوتيك والله عاد النشاط التجاري والله سيارات ثلاثية العجلات إلى غير ذلك، وكاملين عندهم أنشطة غير ملي، أنشطة طبعا اقتصادية مدرع لهم الدخل غير ملي، بالمقابل وتيحت لهم فرصة بعدين في المستقبل أعلنهم
أي حاجة الاكتتاب في الميناء أو فائض في العمل أو حالة وفاة أو حالة كذا عندهم الأولوية هون من هذا المنبر سابق وهذا البرنامج نختار باعتبار يواكب هذا المسلسل من بدايته لليوم نحجز أمام العمال الحمالة غير دائمين اللي واكوا معنا هذا المسار خصوصا الحسين والبياقي ومحمد اليمين والبلال وكو همة ديه هذه الجماعة اللي حقيقة كانت على مستوى ثقة ومثلوا حقيقة العمال الحمالة غير الدائمين وكانوا من اللي عندهم حس وطني وفهموا بعلن الإجراءات اللي قام بها رئيس الجمهورية إجراءات في صالحهم وفهموا عن وطنهم وخدمتهم وأعلنهم هم مواطنين لن يتركوا على قارعة الطريق. أستاذ أحمد طبعا نحن الآن نعيش هذه الأيام أجواء هذا الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحمالة، ما هي الظروف العامة للميناء الصداقة التي يعيشها بعد إنهاء هذا المشكل الذي أرقه منذ سنين طويلة؟ بالإمكان التأكيد أن اتفاق الحمالة لعبت فيه الإدارة العامة لميناء صداقة دور بارز ومحوري ترجمة لتوجيهات صاحب الفخامة محمد الشيخ الغزواني، وبالإمكان القول أن هذه الاتفاقية هم اللي راعت الرفق بالحمال ومراعاة مصالح وأنها رعات مصالح البلد في المحافظة على ذيك الأعمال اللي الله يعود قائم بها الميناء، وبالإمكانكم أنكم تنتظروا طفرة نوعية مباركة معها في إطار ميناء صداقة، سواء على مستوى الخدمات اللي قدموا، سواء على مستوى البنية التحتية اللي فيه، سواء على مستوى كونه قادر على منافسة الموانئ في الدول المجاورة، وذاك كامل لا من أجل أن يعود كل مؤسسة قادرة على القيام بدورها وتساهم في الدورة التنموية اللي دخلت البلد واللي لا محيد أن الحد أنه يكون أنه يشارك فيها انطلاقا من الدور الوطني اللي الله يقوم بها كل مواطن يسعى لمصلحة بلده. سيد إذن شكرا لك أستاذ أحمد. السيد المكلم إذا كانت هناك نقطة أخرى تريدون إضافتها. أنا أريد أن أعود على بدء لأشكر قناة الموريتانية على هذه الاستضافة، وهي بالعمال الحمالة غير الدائمين لمطالبهم بأنهم يواصلوا ذاك النهج اللي بدؤوا به واللي حقيقة ما زالوا مواصلينه حتى يفضي هذا الجهد إلى غايته. اليوم الحمد لله هذا الاتفاق 90% من بنود ونقاط الحمد لله تجسدت على أرض الواقع، وذي اللي بقى حوالي 10% سيجسد إن شاء الله تعالى قريبا، ونختار ذيك البقية القليلة اللي ذكر الأخ واللي حدود 100% اللي ما فات دخلت في هذا الاتفاق تعرف عن الوطن فاتح له الباب على مصراعيه، إياك تستفيد من هذا الاتفاق. وفخامة رئيس الجمهورية أعطى هذه المنحة، والتوصيات اللي عندنا عن الباب يعود مفتوح لأن إن شاء الله تعالى يستفيدوا من هذه الخدمة المقدمة لنظراهم. لأن البقاء بالرفض ما هو اللي يحل المشكلة، وإحنا على مستوى وزارة التجهيز والنقل وهذه توصية عاطيها لنا معالي الوزير محمد علي السيد محمد نخلو دائما الباب مفتوح، إياك أي حمال يقدر يستفيد من هذه المنحة ويستفيد من حيثية هذا الاتفاق يستفيد منه قبل إغلاقه وسيغلق قريبا بحول. إذن السيد المدير إذا كانت هناك نقطة تريدون إضافتها. جيد، إحنا مع اكتتابنا هذا العمال جبنا قدر من الصعوبات، واحد تقدم السن والآخر ضعف التكوين، وبادرنا بأننا نرسم برنامج تكوين وحالا في اتصال مع الوكالة الوطنية للموانئ في المغرب، لكن هذا معهم اتفاق يعودوا موجبوا يشوفوا كونان عمالنا هم في نواكشوط اللي من قادوا كمان واللي يطلبوا مهنية أكثر كيف تهاول يحركوا ليجري قال لهم ليتريست ونعود مولين نشوف الآلية اللي نمشوهم ما قبل يتكون على الاسيميلاتر. إذن الهدف هون يعني أن يعود الميناء كيف الموانئ فيه يد عاملة مهنية محترفة قاعدة تقوم بدورها كما يقول. شكرا لكم. أستاذ أحمد إذا كانت هناك إضافة. فم إضافة بسيطة،
بعد التغلب على هذه المشكلة فم استراتيجية عامة وضعتها الإدارة العامة لميناء الصداقة تشتغل عليها في المستقبل، وهي فعلا نابعة عن برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني، أن مضمونها أنه اللي حد راسه يعقب يقلبه، أن بور يدور يقوم بدوره مع عماله ومع المحيط اللي هو فيه، سواء المحيط البلدي الضيق، سواء على مستوى المحيط الجهوي نواكشوط بشكل عام، سواء على المستوى الوطني. دار تعود فم أنشطة وفم مساهمات وفم قدر من الأمور اللي قد يعول عليه فيها في إطار ذاك البرنامج الطموح والرؤية الواضحة ثاقبا عند برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وأنه سيطلع بدوره كاملا إن شاء الله تعالى، وأنه سيظل يرعى المصلحة العامة للبلد، وأنه لن يضيع فيه حق لأي مواطن أيا كان، وسيسعى دائما إلى أن يظل عنوانا للتميز في المجال المينائي بشكل عام. جيدا، شكرا لك أستاذ أحمد. إذن في ختام الحلقة أتقدم بالشكر الجزيل لضيوفي الكرام، سيد محمد الأمين والشيخ عبد الله مكلف بمهمة بوزارة التجهيز والنقل، شكرا لكم. شكرا لكم السيد الطالب أحمد ولطوير الجنة المدير العام لشركة تسيير الأعمال المينائية، شكرا لكم. شكرا لكم أستاذ أحمد وللدوة إطار في ميناء الصداقة، شكرا لكم. إذن شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وإلى اللقاء.